ربنا سبحانه وتعالى بيقول وأنه أضحك وأبكى. ربنا هو اللي بيضحك وهو اللي بيبكي، والناس بتفهم المعنى ده على إن ربنا هو اللي بيفرح وهو اللي بيحزن. لكن العباد الربانيين بيبصوا للآية دي بصة تانية. العباد الربانيين شايفين إن ربنا سبحانه وتعالى ممكن يبكيهم من غير حزن، يبكيهم بكاء اسمه بكاء الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. مش لازم كل بكاء يبقى بكاء من الخوف، يبقى بكاء من الفزع أبدا. لو أنت بتحب حد والشوق اتحرك في قلبك ومش عارف تشوفه، هتلاقي قلبك بيرق وعينك بتدمع، لأن القلب هو الآمر والحاكم على العين، فبيخلي العين تدمع. ده في ناس بتتعمي من كتر البكاء على من فقدته من حبيب. سيدنا شعيب عليه السلام اشتاق إلى الله، فلما اشتاق إلى الله بكى من كثرة الشوق إلى الله، عمي يعني أصيب بالعمى، ثم رد الله إليه بصره. ربنا بقى بيسأله بيقول له يا شعيب ما الذي أبكاك؟ أخوفا من ناري؟ فسيدنا شعيب قال له والله يا رب ما بكيت خوفا من نارك ولا شوقا إلى جنتك، ولكنني اعتقدت محبتك في قلبي. هنا الحب اشتغل، هنا الشوق، فما نظرت إلى يوم لقائي، وما الذي أنت صانع بي فما أبالي. هنا دمعة واحدة ممكن تنقلك نقلة كبيرة، تدخلك مع أهل الظل في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. الدمعة لما بتتحرك وتكون دمعة شوق وحب، غير لما بتكون دمعة خوف ورعب. في دمعة ممكن تحجب عنك النار لو انت بتخاف من النار، في دمعة ممكن تدخلك في ظل عرش الرحمن مع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كل واحد بكى خوفا أو طمعا أو حبا في الله سبحانه وتعالى، الدمعة اللي نازلة من عينه دي دمعة غالية قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يذكر فيها رجلا ذكر الله خاليا، يعني خالي من كل حاجة، قاعد كده بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى في قطه وقفل على نفسه بابه، فبكى. بكى بقى حياء من ذنب عمله وشاف نعمة ربنا وفضله عليه، بكى خوفا من النار، بكى شوقا إلى العزيز الغفار. أيا كان سبب الدمعة، هو بكاؤه في النهاية ودمعته اللي نزلت غالية عند ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يدخله بيها في ظل عرشه مع السبعة الذين يظلهم الله في ظله. الدمعة اللي بتنزل من عين الإنسان لأي سبب من الأسباب هي حجاب بينه وبين النار. فلا يلج النار عبد بكى من خشية الله حتى يرجع اللبن إلى الضرع مرة أخرى. كان سيدنا عبد الله بن المبارك أحد العباد الربانيين، كان له سريرة نقية، وكان ذكره بين الناس ربنا كتب له القبول، وكانت سمعته من أفضل الخلق. عبد الله بن المبارك قصصه كبيرة جدا وقصصه طويلة، لكن أحد تلامذته بيقول أنا صاحبته في سفر، رحت معاه في سفر ما، فقلت أنا عايز أعرف بقى سبب إن عبد الله بن المبارك يبقى هو عبد الله المبارك ده، إيه هو السبب بقى، بيعمل إيه الناس ما تعرفوش. قال فوجدت صلاته مثل صلاتنا، لقيته بيصلي زينا، وصيامه مثل صيامنا، وصدقته مثل صدقتنا. فقلت ما الذي رفع ذكر عبد الله بن المبارك هكذا؟ ايه اللي خلى عبد الله بن المبارك يبقى هو عبد الله بن المبارك؟ قال فبينما امشي الى جوار حجرته اذا سمعت نحيبا، يعني سمع صوت بكاء شديد، فوجدت عبد الله بن المبارك تزرف عيناه الدموع والدموع نازله من على لحيته، فاستغرب وعرف ان هو ده السر. بعد شوية راح لأستاذه وسأله وقال له يا أستاذي يا عبد الله ابن المبارك ما الذي يبكيك؟ فقال له يا بني تذكرت انطفأ السراج، فتذكرت القبر وظلمته، فبكيت خوفا وخشية من الله سبحانه وتعالى. دموع العين جارية والقلب تحرقه في أضلع النار، إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرفه،
إن جار ذنبي أنت غفارُ.